أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف فراء شين، تسأل وتقول: لدي صديقة أنجبت طفلة في الخامس من رمضان وحتى نهاية الشهر وهي لم تصم بطبيعة الحال، وحينئذ تسأل فضيلتكم شيخ صالح: هل يلزمها القضاء مع الكفارة أم يكفيها القضاء فقط؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن من ترك أياما من رمضان لم يصمها سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر من رجل أو امرأة فإنه يجب عليه القضاء، لكن إن كان تركها من غير عذر يجب عليه مع القضاء التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان تركها لعذر كمرض أو سفر أو حيض للمرأة أو نفاس فإنه لا إثم عليه، ولكن يجب القضاء لقوله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا تأخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر فأكثر من غير عذر فإنه يجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. أما إذا كان التأخير إلى ما بعد رمضان آخر لعذر منعه من القضاء فإنه يقضي ولا كفارة عليه. نعم.